بما لا يستطيع ان يفي. ولكن دعني افاجئك الان مشاهدينا الكرام، المرشح الرئاسي سنان اوغان يلغي فجأة مؤتمرا انتخابيا في مدينة أنطاليا غدا، ويعقد اجتماع مع قادة حزبه وسط أنباء حثيثة عن أنه سوف ينسحب هو الآخر من الانتخابات الرئاسية. تجزئة خلف تجزئة، انسحاب خلف انسحاب، كل ذلك أنا قلت لحضرتك سيكون هناك أكثر من انسحاب. هذا والله لا يمثل مفاجأة لي. إذا نظرت إلى جبل الجليد من تحت تقدر تتوقع ما هو أكثر من ذلك. أنا أتوقع نجاح أردوغان إن شاء الله رب العالمين من 65 إلى 70% من الجولة الأولى، واحسب علي هذا وسجل علي هذا الآن. هذا السبب ليه؟ الآن اللي بيحصل الآن حدثت حالة من التآكل الكبير من المؤيدين للمعارضة، حدثت حالة من التفكك ومن التحول من المعارضة إلى الإيه؟ إلى أردوغان وإلى مشروع أردوغان، لأنه مشروع عملي ناجح على أرض الواقع، يقدم الخدمات المحسوسة، يقدم الإنجازات المحسوسة للشعب التركي. ومن ثم نجح أردوغان نجاحا كبيرا في اختراق الصف الايه صف المعارضة من العمق، غير في قناعات الناخب التركي. يعني أردوغان بما قدمه من إنجازات عملية لم يقدم لهم منهجه اللي هو المنهج الإسلامي الذي يرتكز إليه، لم يقدمه لهم مقالات أو آيات أو أحاديث أو نظريا أو وعود في الهواء، ولكنه قدمه وترجمه إلى إنجازات عملية ملموسة، ومن ثم تمكن من إيه؟ لا إكراه في الدين. هو أقنعهم بالإنجازات، أقنعهم بالعمل، أقنعهم بالخدمات التي إيه؟ أنجزها مشروعه، ومن ثم أصبحت هناك قناعة أكيدة لدى الناخب التركي. استطلاعات الرأي الحقيقية بتؤكد أن إيه؟